كان من الأول بالنسبة لليهودي الخلاص بالناموس، الخلاص بالشريعة. بعد يسوع صار الخلاص بدم يسوع وليس بالشريعة. مشان هيك قلبها يوحنا، كان بالأول يقولوا في البدء كانت الشريعة، إجا يوحنا قال لهم في البدء كان الكلمة. يعني في البدء كان يسوع، هو كلمة الله، أوكي، هو قوة الله، هو فعل الله، يسوع المسيح. مشان هيك الخلاص بيسوع وليس بالشريعة. وإذا بدي فوت على الشريعة، الشريعة بكل لحظة هي بتديني، لأن بكل لحظة عندها شيء طلقتني فيه وأنا بخل فيها. ما حدا بيقدر يتمم الشريعة. نحن منخلص مجانا بمحبة الله يلي جلت على الصليب. مشان هيك كل ما نخطئ تجاه الشريعة بتروحي على دم يسوع، الرب بيدفع لها للشريعة وبيسكتها. لكن إذا بدك توقفي مقابل الشريعة وتفكري خلاصك فيها، رح تشوفي بكرة قدام عدالة الله كيف الشريعة بتبين لك عيوب وبدأ ديني. لكن محبة الله على الصليب هي بتخلصني. قد ما تكون مغلط يا إنسان بحق شريعة الله وكلمته، قد ما تكون مخالف الوصايا، دم يسوع عنده كل المقدرة إنه يدفع للشريعة كل شيء أخطأت فيه ويردك مبرر قدامه. ما بحق إلا تفتح عليك حساب أو دينك. مش هناك ما تربطه يا مؤمن، ما تربط علاقتك مع يسوع بعلاقة الوصايا. اربط علاقتك بيسوع اللي بحبك، بيسوع اللي دفع لك حق للخطية، بيسوع اللي مستعد كل لحظة يرجع يبررك قدام الشريعة ويردك إنسان نظيف غير مدين مدفوعة خطاياك. يسوع فتح باب الخلاص، بس مش معناتها الشر انتهى، ومش معناتها انه عمل الخطية وقف. الرب هالجسم يلي بعده ينتج خطايا عطاني حل انه بلش اطلع من الخطية. بس برجع بقول هيدا مشروع ما بيتم بين ليلة وضحاها. الخلاص هو مشوار حياتي، والتوبة هي مشوار حياتي. أوقات لخطية وحدة بنتي أنا وعم جاهد تأخلص منها، بنتي أنا وياها بالموت، ويمكن ما حقق، لكن أنا عم جاهد. مشان هيك بيقول مربولوس كلنا في السباق مسابق، واحد سيحوز الغلبة. المهم إنه ابقى عم سابق وما وقف جهادي، لأنه طبيعتي دايما طبيعة ناقصة بدها تنتج أغلاط. مشان هيك يسوع لما عمل الفداء مش معناتها انه عطاني طبيعة لا تنتج خطية، لكن عطى طبيعة الناقصة قوة انها تطلع من الخطية بمجهود شخصي وبنعمة إلهية من فوق.